بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذه الحصة الجديدة، واللي هي عبارة عن فرض الأول من الدورة الثانية، طبعا القسم الخامس ابتدائي كما ترى. إذا نبدأ بمكون التاريخ. أولا خذوا طبعا قلم وطبعا ورقة مزدوجة وامتحنوا أنفسكم المدة طبعا تقريبا 30 دقيقة. نعم، أولا سأقرأ الأسئلة كاملة ثم سأجيب عنها. التمرين الأول، أضع على الخط الزمني المراحل التاريخية الكبرى للدولة الإدريسية. إذا عندهم هنا مبايض إدريس أول، شنو هي المرحلة الأولى؟ مبايض إدريس الثاني، هنا المرحلة الثانية، وطبعا وأخيرا وفاة يحيى بن محمد. هنا عندهم المرحلة الثالثة، ثلاث مراحل كبرى أساسية طبعا تمر من الدول الإدريسية والدول المرابطية وغير ذلك. هنا سؤال ثاني، قالوا لنا نعم، أسمي القسمين اللذين تتكون منهما مدينة فاس. طبعا هنا نجاوبه قسمين اللذين تتكون منهما مدينة فاس. وهنا سؤال ثالث، اسم الأمير باني جامع القرويين، اسم باني جامع القرويين، واسم الأمير الذي بنيت في عهده. هذا الجامع بني في عهده، ما اسم الأمير الذي بني في عهده؟ نعم، هذا بالنسبة طبعا التمرين الأول. نمر إلى التمرين الثاني. نعم، هذا هو التمرين الثاني، يقول لنا أسمي المعركة التي خاضها المرابطون ضد المسيحيين. نعم، والأمير المرابطي الذي عرف عهده أقصى امتداد للدولة المرابطية. من هو الأمير المرابطي الذي عرف عهده أقصى امتداد للدولة المرابطية؟ نكمل الأسئلة ثم بعدها نجيب. عندنا هنا هذه هي، عندنا هنا شنو تيقول لنا السؤال. التمرين الثالث، أنقل الجدول التالي. ها هو، نعم، أنقل الجدول الثاني إلى دفتري وأعبئ الخانات الفارغة بالعبارة التالية: جامع القرويين، يوسف بن تشافين، القبة المرابطية، إدريس الثاني، طبعا 1204 ميلادية، 788 ميلادية. نعم، هذه طبعا اختبروا أنفسكم. هذه هي الأسئلة، هذا نموذج أول، إذا سنجيب عن الأول. طبعا هنا عندنا المراحل الكبرى. نعم، هنا المرحلة الأولى اللي هي مرحلة التأسيس، مرحلة التأسيس أو النشأة، مرحلة التأسيس. تليها مرحلة التوطيد والامتداد، مرحلة التوطيد والامتداد، وأخيرا وفاة يحيى بن محمد، مرحلة الضعف والانقسام، الضعف والانقسام. نعم، مرحلة الضعف. إذا كل مرحلة، كل دولة تعرف ثلاث مراحل: مرحلة تأسيس، مرحلة توطيد وامتداد، ومرحلة الضعف. هذا السؤال ضروري يكون إن شاء الله في الفرض، لأنه طبيعي وخصو يكون فرض، لأنه كيتعلق بالمراحل الكبرى اللي طبعا التاريخية لأي دولة. أسمي القسمين اللذين تتكون منهما مدينة فاس. إذا عندنا قسم غربي وقسم طبعا ده، عندنا عدوات القرويين وعندنا عدوات الأندلسيين. الأندلسيين، إذا هذو هما القسمين، عدوات القرويين وعدوات. اسم باني جامع القرويين طبعا معروفة، فاطمة الفهرية اللي جات من القيروان، فاطمة الفهرية. واسم الأمير الذي عرفت في بنيت في عهده هو طبعا يحيى بن محمد. إذا فعهده بني جامع
القرويين. نمر إلى السؤال الموالي، أهو. اسم المعركة التي خاضها المرابطون ضد المسيحيين هي معركة، نعم، الزلاقة، معركة الزلاقة. الأمير المرابطي الذي عرف عهده أقصى امتداد الدولة المرابطية معروف، يوسف بن تاشفين. يوسف بن تاشفين، هنا عرفت الأوج ديالها، أقصى امتداد ديال الدولة المرابطية. نعم، دابا سنمر إلى السؤال أو التمرين الثالث. ها هو، قالوا لنا هنا سنضع في هذا عمرو الجوال. إذا الدولة الإدريسية، تاريخ التأسيس طبعا، ها هي 788 ميلادية. والدولة المرابطية تم طبعا مرحلة التأسيس ديالها أو تاريخ التأسيس ديالها هو 1042 ميلادية. 1042 ميلادية. المعلومة التاريخية طبعا بالنسبة للدولة الإدريسية، كاين جامع القرويين، جامع القرويين، نعم. ثم الدولة المرابطية معروفة بالقبة المرابطية، غير هذا الجواب، مرابطية، روات القبة المرابطية، سبق وأن درسنا هذه. ثم أبرز الأمراء في مرحلة الأوج، أبرز الأمراء، نعم، بالنسبة للأدارسة كإدريس الثاني، إدريس، نعم، إدريس الثاني. وبالنسبة للدولة المرابطية معروف يوسف بن تاشفين، يوسف بن تاشفين. هذا طبعا هذا نموذج للاستئناس الأول. ترقبوا طبعا عما قريب النموذج في التربية المدنية والجغرافية، سأحاول أن أنجز أكبر من 5 نماذج لكل مكون. إلى اللقاء.